يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الرقية وما حكم طلبها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين رقوا اللديغ وأخذوا قطيعا من الغنم، أقرهم على ذلك وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لا يكون هذا حرفة، لا يكون هذا حرفة ويجلس ويفتح بابه ويحط عياده كأنه طبيب ويرتبون الناس ويعطون مواعيد، هذا من المبالغة. وبعضهم يقرأ في الخزان، خزان الماء أو واية الماء، بعضهم بالمقرهون يقرأ على الحاضرين وإن كانوا جماعة ملء المسجد يقرأ عليهم، كل هذا من المبالغات، هذا ما ورد هذا. أو يتوجه إلى الجهة اللي يزعم أن المريض فيها سواء في المشرق أو المغرب وينفث، هذا كله من المبالغات وإخراج الرقية عن حدها. نعم.